ادعي كل يوم الصبح ببركة اليوم، قول: اللهم اجعل هذا اليوم يوم بركة، يوم سعادة، يوم رحمة، اللهم اجعله يوم رزق واسع. اللهم يا رب نسألك في هذا اليوم أن تطمئن قلوبنا وتشرح صدورنا وتفرج كروبنا وهمومنا. اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير كثير وبركة واسعة، وافتح علينا اليوم فتحا كبيرا يا رب العالمين.